أعلنت منظمات حقوقية وفاة عضو مجلس الشورى السابق هشام القاضي حنفي بسبب الإهمال الطبي في مقر احتجازه في سجن العقرب. شبكة نحن نسجل ومنظمة الشهاب الحقوقية قالتها بأن حنفي، والذي كان يبلغ من العمر 62 عاما، توفي بسبب الإهمال الطبي. كما توفي المئات من المعتقلين السياسيين داخل السجون المصرية بعد انقلاب عبد الفتاح السيسي بسبب سوء الأوضاع التي يعيشونها داخل المعتقل حسب منظمات حقوقية. معي المحامي محمود جابر، رئيس مؤسسة العدالة. أهلا بك أستاذ محمود. أستاذ محمود، ما المعلومات التي توفرت لديكم حول وفاة عضو مجلس الشورى السابق سيد حنفي رحمه الله؟ في البداية الواحد يعني حزين على مثل هذه الأخبار المتتالية من وفاة السجناء داخل السجون المصرية، ونتقدم بخالص المواساة والعزاء لأسر هؤلاء الضحايا الذين يعني يسقطون واحدا تلو الآخر داخل السجون المصرية. ما وصلنا من معلومات حول وفاة هشام حنفي القاضي الذي كان يشغل نائبا في البرلمان المصري عبر سنوات طويلة، وهو يعني يتم اعتقاله للمرة الثانية. فهشام القاضي كان مقبوضا عليه منذ عام 2013، ثم تم الإفراج عنه، وسرعان عقب ما تم الإفراج عنه تم القبض عليه مرة أخرى، وسجن في سجن من سجون مجمع ترى المعروف بسجن ترى التحقيق. ثم بعد أن قامت السلطات المصرية مؤخرا بإخلاء هذه السجون حتى يتم بيع الأراضي واستثمارها، فتم نقل هشام القاضي إلى سجن العقرب، وما هي إلا أيام ثم مات هشام القاضي. والصور التي نشرت من قبل أسرة هشام القاضي قبل اعتقاله وبعد اعتقاله تدل على أن هشام القاضي تعرض للون من ألوان التعذيب وفقدان الرعاية الصحية والطبية، فكانت هذه النتيجة الحتمية. هل هناك معلومات حول الأمراض التي كان يعاني منها السيد حنفي رحمه الله؟ يعني هشام القاضي كان يعاني من مرض السكري والضغط، وهذه هي الأمراض التي يعني تحتاج إلى رعاية وإلى أشكال العناية الدورية والرقابية. ولكن إذا لم يكن هشام القاضي مريضا بأي أمراض، فإن الجو والبيئة داخل السجون المصرية بصفة عامة هي بيئة أجواء سيئة قد تؤدي إلى الموت في أي لحظة، ناهيك عن أننا نتحدث عن أجواء سجن العقرب، الحبس الانفرادي، الزنازين سيئة التهوية، عدم وجود يعني وقت لهؤلاء السجناء أن يخرجوا للتريد والتعرض للشمس. هذه بيئة أمراض، بيئة قتل، لذلك سمي. لكن البيئة التي يبرزها الإعلام المصري للسجون الحديثة، مجمع السجون الحديثة، كأنها فنادق، يعني بدون مبالغة أنا شاهدت هذه المناظر التي تعرض على القنوات الإعلامية المصرية وكأنك تشاهد فنادق أربع نجوم. أين هذه الصور من حقيقة ما يجري في سجون عبد الفتاح السيسي؟ وهل هذه السجون فعلا معدة للمعتقلين السياسيين؟ طبعا يعني هذه دعاية ليست للسجن، ولكنها تستطيع أن تصفها أنها دعاية لمنتجعات صحية وسياحية يعني، وهذا نوع من أنواع التدليس والغش والخداع الذي يصدر في هذا الإعلام المصري لسجناء هو بعيد تماما عن الواقع. يعني نريد من هؤلاء إذا كانوا صادقين وإذا كانوا يروجون لحقيقة أن يعني يطلعون الآن أين يجلس خيرت الشاطر ومحمد بديع ومحمد سعد الكتتني وعصام سلطان وعلاء عبد الفتاح وهيثم محمدين وأحمد دومة. نريد أن نرى هؤلاء السجناء في هذه الفنادق المسمى بسجون مجازا. يعني هذه ليست حالة واقعية، إنما نراها حالة من حالات الكذب والخداع التي تهدف إلى تجميل الصورة القبيحة لأوضاع السجناء، الصورة القبيحة للمعاملة السيئة المخالفة للقانون. طيب، ولكن العالم هل هو يعني أغمض عينيه عما يجري؟ يعني هذا التقرير الذي روج فيه عبد الفتاح لافتتاح هذا المجمع الجديد للسجون، أنا سمعت بأنه هناك كان من المسؤولين، كان مسؤول عن منظمة الهجرة الدولية موجود هناك ويشيد بهذا الصرح. سؤال هؤلاء، هل فعلا انطلع عليهم هذا التدليس؟ سيدي، الجهات المعنية بالاطلاع على السجون وزيارة السجون في مصر ممنوع عليها الاقتراب من هذه السجون،
منظمات حقوق الإنسان المحلية مثل مثلا المنظمة العربية أو الشبكة العربية أو غيرها من المنظمات ممنوع عليها من رؤية هذه السجون لأنها منظمات تعمل بحيادية وموضوعية. لجنة الصليب الأحمر تطلب من النظام المصري مرارا وتكرارا زيارة السجون وعلى وجه التحديد زيارة سجن العقرب، ولا يسمح لهذه اللجنة. المقررون الخواص التابعين للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان يطلبون زيارة السجون المصرية، لجنة مناهضة التعذيب تطلب زيارة السجون المصرية ولا يسمح لها، اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تطلب زيارة السجون المصرية ولا يسمح لها. يعني نحن نريد أن تكون هناك شفافية ومصداقية وأن يسمح للجهات المعنية الغربية وغيرها من المنظمات الحقوقية أن ترى السجون على طبيعتها دون أن يكون هناك غش أو تدليس. نريد أن نرى السجناء السياسيين على وجه التحديد أين يقبعون وأين موقعهم من هذه الرفاهية التي يعلن عنها وهي والواقع يعني غير موجودة، هذه ليست لها أي وجود ولا دلالات. كم عدد المعتقلين حتى الآن، المعتقلون المصريون بخلفيات سياسية؟ الرصد والتوثيق كان يعني قرابة 60,000 معتقل، ولكن أرى أن الأعداد تزداد لأن الذين يخرجون يخرج أضعافهم، الذين يخرجون من السجون يدخل أضعافهم إلى السجون مرة. ما وردنا خلال الأشهر الماضية أكثر من 3,000 حالة اعتقال تعسفي في عدد من محافظات مصر، فالأعداد كثيرة بالنسبة للسجناء السياسيين ولا تقل بل هي. وهل اختلفت أسباب الاعتقال عام عن عام؟ يعني العام الماضي ما هي أبرز أسباب الاعتقال أستاذ محمود؟ لا يوجد أسباب للاعتقال لأن اسمه اعتقال تعسفي ليس من فراغ. فلنقل لذرائع الاعتقال التي تتذرع بها السلطات المصرية. الاتهامات هي التي تكون واضحة، هو اتهام غالبا ما يكون انضمام إلى جماعة محظورة ولا يذكر اسم هذه الجماعة، أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون تهدد سلامة الوطن وسلامة أراضيه. اتهامات فضفاضة وهي لا أثر لها. أي أزمات وأي مناسبات سياسية تقترب، اقتراب ثورة يناير وذكرى يناير 25 يناير 2011، هذه الذكرى تؤرق النظام فيسبقها دائما حالات اعتقالات. أي تلميح أو تصريح للخروج للاعتراض على غلاء الأسعار أو إجراءات تعسفية تتخذها الدولة، تأتي الدولة على طول باتخاذ إجراءات تعسفية باعتقال المواطنين دون سند من قانون، فضلا عن ما يتعرضون للاختفاء القسري. شكرا جزيلا لك المحامي محمود جابر رئيس مؤسسة العدالة.